الشارع مجددا هو ملاذ شباب تونس بعد أكثر من 10 سنوات على اندلاع ثورة الياسمين. احتجاجات ليلية وكر وفر بين قوات الأمن التونسي والشباب المتظاهر. ويبقى السؤال، لماذا يحتج شباب تونس وماذا يريد؟ الفساد مازال مستشري ومسيطر على دواليب الدولة بفصان الشاب هذا يحس روحه مستهدف، يحس روحه ضحية الفساد وضحية التهميش والإقصاء هذايا، وهذاك هو معنى هذاك هي الأسباب اللي خليته يخرج. الشباب يلقى روحه في أكثر تجهيل، أكثر تفقير، أكثر ضغط، أكثر خناق، وين ما يتحرك يلقى بوليس شادد له راس النهج وين ماشي إش تعمل. الناس فدت من الفقر، فدت من سياسات التهميش، فدت من انعدام منوال التنمية في تونس، فدت من قمع الحريات، فدت من برشا حاجات. شباب خرج للشارع ولقى الشارع هو السبيل الوحيد من أجل التغيير. أهداف الثورة ومكاسب الثورة ما تحققت جملة، مارينا شيء، تمدت المنظومة، أما النظام هو هو نفسه. واقع مرير إذن يعيشه شباب يتوق منذ 10 سنوات إلى تحقيق أبسط المطالب، وكله أمل أن تجود الثورة وتحقق أهدافها. أنا كشاب مطالبي نقص شوية من غلاء المعيشة، توفر المواطن الشغل حتى الماديات تكون معتها معقولة، مش توفر لي مواطن شغل وتعطيني سالير 400 دينار ولا 500 دينار، شو عندي نعمل بها؟ حريات، حريات فردية، تشغيل، احترام كرامته الإنسانية، احترامه هو. راهو اليوم كي نجي نشوفوا الشباب اللي قاعد يظهر في الليل ما قالش مطالب واضحة، لكن كان ضد القمع. الشباب التونسي اليوم يطالب أولا بشغل يحفظ له كرامته، يحفظ له حقه، وهو حقه المكفول بالدستور الشغل. سنحقق أحلامكم، هكذا قال رئيس الحكومة التونسية مخاطبا الشباب، وعد رفعه من كان قبله وأخلفه. وعلى أمل أن يصبح هذا الوعد حقيقة، يبقى شباب تونس حارساً للثورة وأهدافها. أشرف العذار لأخبار الآن، تونس.